أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. خلال هذه الحصة عزيزي الطالب، سوف نتعرف إلى درس التلاوة والتجويد من أقسام المد الفرعي المد المتصل. سوف يتعرف الطالب إلى هذا المد الفرعي الذي يحدث بسبب الهمزة أو السكون، وينقسم إلى مد بسبب الهمز إلى ثلاثة أقسام، هي المد الواجب والمتصل والجائز المنفصل ومد البدل. سيتعرف الطالب من خلال التطبيق على آيات كريمة من سورة الحجر تطبيقاً لقاعدة المد المتصل وكذلك لقاعدة المد المنفصل، مفهومه، حكمه، مقداره وأركانه. ثم سينتقل الطالب إلى حل ومناقشة أسئلة الدرس. في الدرس التالي سوف نتحدث عن دور المرأة في العهد النبوي، وسوف نشير إلى أن المرأة قد أدت دوراً مهماً وأساسياً في جميع جوانب الحياة في العهد النبوي وإلى الآن، منها الأسرية والاقتصادية والسياسية والتعليمية كذلك. ثم سنتحدث إلى دور المرأة في الدعوة إلى الإسلام، إذ إن لها دوراً كبيراً في الدعوة إليه، فمثلاً أم المؤمنين السيدة خديجة هي أول من دخل في الإسلام، أما سمية أم عمار فهي أول شهيدة في الإسلام، وبذلك تكون المرأة قد شاركت في الهجرة إلى الحبشة والمدينة المنورة. أما بالنسبة لدور المرأة في الأسرة، فقد اعتنت المرأة بأسرتها وتدبير شؤونها وتربية أبنائها وبناتها، امتثالاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. كذلك حرصت المرأة في العهد النبوي على التعلم والتعليم، فشاركت في حضور مجالس العلم، وخصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوماً للنساء يعلمنا فيه أمور دينهن. أما فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد عملت المرأة كذلك في العهد النبوي في الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها. من ذلك الصحابية الجليلة أسماء وأم المؤمنين السيدة خديجة وكذلك زينب بنت جحش. هذا بالإضافة لدور المرأة السياسي والعسكري المهم، إذ إنها كذلك شاركت في الأحداث السياسية والعسكرية واتخاذ القرارات وتقديم المشورة. نضيف إلى ذلك ما يعرف بالعمل التطوعي، إذ إنها أسهمت في العمل التطوعي سواء بتقديمه أو تقديم أعمال للمجتمع كالسيدة رفيدة.